سحر وترويج ودوما تسلينا فوبيك تكت وكوك والكل يرافقنا تعالوا هلموا إلينا ضموا عمو يزيد الغدو والشاطر يعطينا الحل حكاية فيها عبرة حكمة مثل معلومة وبها ينور العقل عمو يزيد تعالوا هلموا إلينا ضموا عمو يزيد. مساء الخير يا أطفال، وش راكم؟ راكم هايلين، جبتوا لي هدايا، هدايا، خلاص دوك كامل راح نجيبكم لعندي وتعطوا لي الهدايا تاعكم. إذن يا أطفال، كما أصدقائنا اللي راهم هنايا معنا، أنتم كذلك إذا حبيتوا تحضروا معنا في الحصة وتفرحوا معنا، ما عليكم إلا توجهوا الإنترنت بهذه الطريقة. إذا حبيت تشارك وتحضر معنا سهل، ما عليك إلا تروح الإنترنت تكتب عمويزيد.com تضغط على زرار شارك في حصتنا تملأ الاستمارة، ما تنساش رقمك الهاتفي وبريدك الإلكتروني. مرحبا بك. وانتم يا أطفال بعد التسجيل نطلب منكم حاجة برك شوية تاع الصبر، لأن التسجيلات كثيرة والأطفال حابين يجوا يحضروا مع عمو يزيد في هذه الحصة الجميلة، وعمو يزيد حبي يستضيفكم كامل، إذن شوية تاع الصبر برك يا أخي. يا أطفال كالمعتاد في بداية كل حصة نتكلموا على أيام دولية وأيام عالمية مهمة في حياتنا. في هذه الفترة هذه كاين يوم عالمي مهم، هو يوم عالمي لصلة الرحم. تعرفوا صلة الرحم يا أطفال؟ هي زيارة الأقارب. وقتاش حنا المسلمين نروحوا نديروا صلة الرحم؟ في أي فترة؟ في أي فترة؟ واسمك بنتي؟ لقيت وجدان. وجدان وين تسكني وجدان؟ في القصر البخاري. قصر البخاري خيار الناس. وفي أي مناسبة نديروا صلة الرحم؟ في مناسبة عيد. في العيد بالضبط بنتي. إذا في الأعياد نديروا صلة الرحم. كاين تاني نقطة مهمة، صلة الرحم للمرضى، يعني لما يكون عندنا قريب ولا أقرباء يكونوا مرضى مساكن في المستشفى ولا مليح أننا نروح نزورهم، صلة الرحم مهمة جدا يا أخي. وكاين تاني في هذه الفترة كاين يوم عالمي مهم، هو اليوم العالمي للكتاب وحقوق التأليف. الكتاب هو رفيق الإنسان ورفيق التلميذ كذلك يا أخي. أطفال هو خير جالس، شكون اللي عرفها؟ خير جالس في الأنام هو الكتاب يا أخي. إذن لازم تقرأوا الكتب، لأن الكتب مهمة فيها العلم فيها. واليوم أنا درت لكم مفاجأة راح نوصلوا لها من بعد إن شاء الله على الكتاب. دائما في بداية كل حصة نطرح عليكم لغز، تحبوا الألغاز؟ لغز اليوم يقول: لست بكائن حي لكن عندي غطاء ظهر وأوراق، من أنا؟ أعيد اللغز: لست بكائن حي عندي غطاء ظهر وأوراق. على بالي بلي انتم شاطرين، ولكن فكروا في الجواب عن اللغز. انتم والأصدقاء اللي عم يشوفوا فينا يقدروا يجاوبوا عن اللغز عن طريق الانترنت بهذه الطريقة. أنت كذلك جاوب وربح عن طريق الانترنت مع آجل. اكتب عمويزيد.com اضغط على زرار جاوب على اللغز املأ الاستمارة، ما تنساش رقمك الهاتفي بريدك الإلكتروني والجواب على اللغز. رايح تربح هدية قيمة مهداة من طرف شركة آجل 15 سنة في خدمتكم. اسم الطفل الفائز في الحصة الماضية يظهر أسفل الشاشة. مبروك عليك الهدية. إذن يا أطفال على بالي بلي انتم شاطرين في الإجابة عن اللغز، ولكن صبروا حتى نهاية الحصة انتم والأصدقاء اللي راهم يشوفوا فينا. المفاجأة اللي درتها لكم هي أغنية عن الكتاب، نقول فيها يا كتابي يا أنيسي. إذن تغنوا كامل معايا كتابي يا أنيسي، يلا مع بعض. يا كتابي يا أنيسي خير جليس في الأنام، كل يوم أنت جنبي يا ضيائي في الظلام. يا كتابي يا أنيسي خير جليس في الأنام، كل يوم أنت جنبي يا ضيائي في الظلام.
بك علم وعلوم أبتغي منها المعاني لو أطالع كل يوم يا كتابي لا أبالي فيك علم وعلوم أبتغي منها المعاني لو أطالع كل يوم يا كتابي لا أبالي يا كتابي يا أنيسي خير جنيس في الأنام كل يوم أنت جنبي يا ضيائي في الظلام فيك أفكار كثيرة من تاريخ وأدب وعلوم كم منيرة تفتح درب السعادة فيك أفكار كثيرة من تاريخ وأدب وعلوم كم منيرة تفتح درب السعادة يا كتابي يا أنيسي خير جليس في الأنام كل يوم أنت جنبي يا ضيائي في الظلام فيك سيرة عن نبينا أحمد خير الرسل والصحابة التابعين كلهم كانوا المثل فيك سيرة عن نبينا أحمد خير الرسل والصحابة التابعين كلهم كانوا المثل يا كتابي يا أنيسي خير جليس في الأنام كل يوم أنت جنبي يا ضيائي في الظلام فيك علم عن حياة أبدع الله تعالى حيوان ونبات كلما يضع السؤال فيك علم عن حياة أبدع الله تعالى حيوان ونبات كلما يضع السؤال يا كتابي يا أنيسي خير جليس في الأنام كل يوم أنت جنبي يا ضيائي في الظلام برافو 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 يا أطفال أنا كي كنت نغني جاوني واحد زوج عروسات عطاولي الورد إذا تعالوا عرفونا بنفسكم أرواحوا تعالي بنتي تعالي عاودي حكمي الوردة ديالك فوالا واسمك بنتي أروحي منا هكذا واسمك بنتي هاديل هاديل وين تسكني هاديل باب زوار باب زوار شحال في عمرك ستة تحبي عمو يزيد برافو بنتي شوفوا هاديل واش جابت لي تصفيق عليها تصفيق عليها وردة جميلة وهادي هاد العروسة هادي واسمك بنتي آية وين تسكني في بليدة إذا مدينة الورود جبتي الورد لعمو يزيد برافو بنتي واسمك بنتي مريم انتي اخت آية اختك هادي هاي اختك هادي رفتت معك الورد تاني لا رفتي وحدك انت تاني جبتي معها الورد برافو 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 التحقوا بالاماكن تاعكم اذا يا اطفال شكرا على هذه الهديه الجميله جدا عمو يزيد يعتز بكاع الهدايا هادو وخاصه الرسائل اللي راكم تبعتوهم له عبر الايميل عبر الموقع amouyazid.com اذا شكرا نعطيهم البوبي يخبيهم لنا البوبي تهلا فيهم ما يا اطفال نعيطوا كامل العم مراد اللي جانا من مدينه الزهور كيما ايه جانا من البليده لاعب الخفه تصفيق على عم مراد تعالوا علموا إلينا انضموا عمو يزيد
برافو عمو مراد. عجبكم الألعاب الخفة يا أطفال؟ برافو. إذا لحقنا دركا ركن الحكاية، عمو يزيد راح يحكي لكم حكاية القطة الذكية والثعلب الجائع. يلا معايا. قلت له أيوة الثعلب الجائع، قلت له أنا عندي لك فكرة، قلت له عنديك لواحد المكان وين كاين الجبن. قالت له كاين قطعة كبيرة تاع الفرماج، تاع الفرماج هكذا الجبن هي تشبعك أحسن مني. راحوا داتو قعدوا يمشوا هكذا، كان الليل وكان القمر في السماء. لحقوا لواحد البئر، كي لحقوا للبئر هذاك قالت له طل طل تشوف هكذا، راح تشوف الجبنة ولتحت هو القمر. شاف هكذا قال هذا جبن، هذا لازم. قال له دركا كيفاش نجيبوه؟ قالت له خليني برك انا هذاك البئر فيه زوج تاع البيادن هكذا، فيه دلو منا ودلو منا. قالت له خليني انا نهبط في الدلو هذا نجيب لك الجبن. قالها صح. ركبت في هذاك الدلو في البيدون هذاك وهبطت القطه، بعد تعلقت في الحبيله هكذا. بعد قاعد يقول لها من فوق وراه الجبن، طلعي طلعي يا القطه. قالت له لا لا هبط هبط انت باش تاخذ الجبن، اروح اروح. وعلى بالكم بالوزن هو أثقل من القطة، كيركب في البيدون الآخر في الدلو الثاني هبطت، هبط الدلو تاعو والقطة طلعت الفوق. كي طلعت الفوق نحأت الدلو تاعو وخلته لتحتها وبقى هكذا. طلعيني طلعي. قالت له تحب تاكلني أنا يا عمو يزيد؟ عمو يزيد نستخلص من الحكاية أنه الذكاء ينقذ صاحبه من الهلاك. بالضبط بالضبط بوبي، جبنا حكم جميلة. إذا الذكاء ينقذ صاحبه عند الهلاك، لازم الإنسان يحكم دائما عقله ويفكر. يا أخي يا أطفال درك لحقنا لواحد الركن اللي نحبه وين تجوا لهنايا تحكوا لي النكت نتاعكم. شكون عنده نكتة جميلة يجي يحكيها لي؟ تعال 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 اقعد هنا. واسمك؟ جميلة.
زكريا. وين تكون زكريا؟ بوزريعة. في بوزريعة خير ناس. حكينا النكتة تاعك. خليك واحد راح يذبح دجاجة تاع تريزيتي تفالكونتو. راح يذبح دجاجة تاع تريزيتي تفالكونتو، خاف يضربوا تريزيتي. برافو، تعال. تعال. واسمك ولدي؟ عبد اللطيف. وين تكون عبد اللطيف؟ في بوفاريك. في بوفاريك، خير ناس. حكينا النكتة تاعك. قال لك واحد النهار واحد الطفل قال لا قلت له يماه قول لبابك قول له يتحوس عليك يماك. هو كان قدام الرجال راح قال له بابا يما يتحوس عليك. قال له ما تجيش تقول ماما قول الدار. هذيك الخضره طاحت يماه متاقه. قال راح قال لبابه قال له الدار طاحت متاقه. برافو 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 برافو. تعال اروح اقعد ولدي، اروح اقعد هنا. واسمك ولدي؟ ريان. ريان، وين تكون ريان؟ بوزريعة. بوزريعة، احكي لنا النكته تاعك. قال لك واحد ما جاتوش النعاس رقد وخلى. ما جاش النعاس رقد وخلى. برافو برافو ولدي، برافو 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 برافو. يا اطفال لحقنا دركا للجواب عن اللغز. سنونا نجيب صديقي الطائر. يا أطفال أنا جبت صديقي ولحقنا دركا الركن الجواب عن اللغز. لست بكائن حي لكن عندي غطاء ظهر وأوراق، من أنا يا ترى؟ كامل عرفتوا الجواب. شاطرين، تعالي تعالي الشاطرة أنتي، تعالي تعالي. واسمك بنتي؟ دانيا. وين تسكني دانيا؟ قليعة. في قليعة، خيار الناس. وش هو الجواب؟ الكتاب. الكتاب، برافو 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 برافو، عرفتوا. كامل عرفتوا الكتاب؟ شاطرين 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 شاطرين. دانيا، إذا عمو يزيد دائما الأطفال الشاطرين يعطيهم هدية الإجابة عن اللغز، اللي هي أن شوب، كأس تشربي فيه الحليب، الماء والعصير. وكذلك سيدي من حق الطفولة، فيه 22 أغنية لعمو يزيد، إن شاء الله تستفادي بهم. فوالا، تفضلي بنتي. العفو بنتي، العفو 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 العفو. إذن الجواب هو الكتاب. اليوم عندنا عيد ميلاد عبد المهيمن. تعال تعال ولدي، أرواح تعال تعال. إذن احنا كامل راح نغنوا لعبد المهيمن عيد ميلادك احلى عيد، واصدقائنا يروحوا يجيبوا لنا الكاتو ديالو وحنا نغنوا له. يلا كامل التحقوا بيا يا اطفال، تعالوا 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 اروحوا. عيد ميلادك احلى عيد، ربي كتب لك عمر جديد، الله يبارك فيك ويزيد، نقول لك عيد ميلاد سعيد. الله يبارك نقول لك عيد ميلاد سعيد. من تربيتك نتمنى صحة وسعادة وهنا، إن شاء الله يا ربي مية سنة وتعيش أيامها أفضل. إن شاء الله يا ربي مية سنة وتعيش أيامها. نزهل نمرح غني نفرح ونعيشوا أحلى الأوقات. هذه الحلوى لك جبناها وشموعك فيها زرعناها، باسمك أنت زيناها ليلة حلوة يا محلاها، باسمك أنت زيناها ليلة حلوة يا محلاها. بابا وماما يدعوا له وأصحابه يباركوا له، وجمل هذا
نصفق ونغني له وجمال هدايا يهدوا له هيا نصفق ونغني له سنة حلوة يا جميل سنة حلوة يا جميل سنة حلوة سنة حلوة سنة حلوة يا جميل برافو إذن عبد المهيمن اسمه معايا كامل سبعة ستة خمسة ربعة ثلاثة اثنين واحد وطفينا الشمعة بلا برافو 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 أعطيه لي إذن عمو يزيد يهدي لك شهادة إنجاح تصوير حصة مع عمو يزيد في هذا الظرف الجميل هذا وانتم كذلك راحين كي تخرجوا منا تصيبوا الشهادات في انتظاركم كذلك بما أنك رسلتنا بخمس قسيمات من علب حليب رامي اخترناك باش تحتفل بعيد ميلادك واليوم رامي ممول الحصة يهدي لك تابلت بمناسبة عيد ميلادك إذن وانتم كذلك اللي حبيتوا تحتفلوا بعيد ميلادكم مع عمو يزيد في حصة عمو يزيد ما عليكم إلا ترسلونا بخمس قسيمات لعلب حليب رامي على العنوان التالي صندوق بريد 42 ألف سطولي العاصمة الجزائر إذن أنا ما بقى لي إلا نقول لكم بقوا على خير استنونا في الأسبوع المقبل إن شاء الله نهار ثلاثة على خمسة العشية على قناتكم الشروق تيفي نحبكم يا أطفال لا تحزنوا حان الوداع يا أصدقاء كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء لا ننساكم لا تنسونا أحببناكم أحببتونا سنعود وانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد لا ننساكم لا تنسونا أحببناكم أحببتونا سنعود فانتظرونا في موعد جديد